التهفت عدد كبير من البحرينيين والمقيمين على شراء التوت البحريني في موسم حصاده ضمن فعالية سوق المزارعين، حيث بيعت كافة الكميات المعروضة خلال ساعتين منذ انطلاقة المهرجان. زميلة خولة جرينيس والتفاصيل. تفضلوا. في احتفالية كرنفالية تنافسية شارك فيها 16 مزارعا بحرينيا نفذت معروضاته خلال الساعة الأولى منذ انطلاقة مهرجان التوت في سوق المزارعين الأسبوعي، حتى إن البعض قد استعان بكميات أخرى من مزارعهم لإرضاء محبي التوت. مهرجان التوت عرضنا له التوت البحريني الحبة الصغيرة، وعندنا التوت الأبيض السكري هذا واجد عليه إقبال يعني، والتوت الملكي الأحمر والتوت الصيني، فما شاء الله يعني إقبال جدا كبير على المهرجان. الزبائن ما شاء الله يعني واجد في إقبال، في دعم من المزارع البحريني يعني نشوف، فالحمد لله يعني نشوف وزارة الزراعة يعني تقدم دعم للسوق واهتمام كبير يعني نلقى من الدولة يعني للمزارع البحريني، إن شاء الله يستمر في السنوات الجاية. احنا شغلنا بالفواكه، ننحت نريج من بالفواكه، فنستغل موسم التوت لأن نقدمه مع الفواكه المشكلة، فنستغل هذه الفترة يكون موسم التوت متوفر، فنستغله ناخذ المكسب على الفروت على حسب رغبة الناس، يعني يحبون التوت يكون مع الفراولة مثلا أو مع الرمان بهذه الطريقة، ونقدمه في سوق المزارعين كل سبت يعني، والحمد لله يعني كله يخلص يعني فترة زمنية ساعة ساعتين الناس إقبال كبير على التوت. 14,000 زائر ما بين مواطنين ومقيمين وخليجيين زاروا السوق وتجولوا في أروقته، وكان الركن المخصص للتوت محطتهم الرئيسية في الجولة، فالإقبال على شراء هذه الفاكهة كان لافتاً، إذ لم يتردد أي زائر في شراء التوت أو النجايل الخاصة بزراعة هذه الفاكهة في منازلهم. المكان فعلاً جداً رائع، والمهرجان رائع وتنظيم جميل جداً، وخصوصاً موسم التوت حاليا في المهرجان هذا موسم سنوي، وفعلا يعني غاية في الروعة والجمال. يعني الفاكهة ذي بلونها تجذب الأطفال، فأنا جايب معي عيال أختي عشان أعودهم يأكلون أشياء مفيدة، فالتوت بلونه بطعمه بفايدته، والأحلى من ذي كلها أنه أن هي فاكهة تصير في البحرين، فالتوت البحريني لا طعمه ولا ميزته. الأطفال كانت لهم مشاعر خاصة في هذا المهرجان، فعشقهم لهذه الفاكهة كان واضحا على أيديهم. شفت وايد أشياء عجيبة في مهرجان التوت، وايد أنواع عجيبة من التوت، وبعد وايد أشياء عجيبة، وبعد وايد استانست. تعرفت على الفواكه والتوت وألوان التوت وشلون يزرعونها ورسمت. الاحتفاء بالمزروعات البحرينية وبشكل أسبوعي جعل لسوق المزارعين الذي تنظمه الزراعة والثروة البحرية رواداً ومحبين. في مهرجان التوت سوق المزارعين يشتعل باللون الأحمر، يعج في هذا الموسم الوجيز بالتوت البحريني اللذيذ الذي لا يتكرر موسم حصاده سوى مرة واحدة في السنة، ليترك لدى محبيه طعم لا ينسى. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.